اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا النوارات ديالو الكويتات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. يصيبكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. كنتمنى انكم تشجعوني في هذا الفيديو البنات، وما تبخلوش عنا باللايكات وبالتعاليق ديالكم الزوينين. كنفرح بزاف فاش كنلقى كميه التعاليق ديالكم غزاله، تبارك الله وما شاء الله عليكم. فاليوم انا بديت كنجمع في الدار البنات. الصراحه اللي ديريه اليوم كديريه غدا، لاني ما عندنا ما نديروه هنايا بلاصتنا دا ونورهان. انا يا شاده الجهه ديال الكوزينه البنات، هي مخيمين في الكوزينه حتى يحن الله سبحانه وتعالى. المهم هي القناعه والسعاده في البساطه البنات. فانا كنجمع هنايا، غادي نبدا نشطب اليوم، غادي نجمع الدار، غادي نتقدى، غادي ندير شحال من حاجه. خليكم معايا في هذا الفيديو هذا البنات، وهذا الشيء اللي قسم الله. تلقاتني مشاقية، عجبها الحال، عجبتك الدار نقية ياك؟ حداقة، الحداقة وغاسلة الميعنات. نورها فراسك جات من المدرسة طيبة يمكن البيض، ودات المقلة وسميتو لاكور حطتهم، قالت لي باش ما نديرلكش ماما سميتو، باش ما نديرلكش ماما نحطهم لك في الكوزينة، وكلت في الطبيلة وجمعت ونضات بلاصتك. الله يرضي عليك. نمشيو دابا البنات نتقداو شي حاجة خاصانة باش نرجع نبدا نصايب فطور. واخا دابا ندى خسر عليها البيكالا، يلاه جات على رجليها، مبغاش نعاود نصيفطها تاني على رجليها هادي والشمس، وهي اصلا سخيفينه. قلت لها يلاه نخرجوا نتقداو بجوج، ما قلناش نورهان. قالت لي نورهان فين غادي؟ قلت لها بغينا نجيبو عن النعناع والخبز. تعرفين ما لاصقه، نمشيو نجيب لكم داك سميتو داك طناب اللي كتبغيو تشربوا. نورهان تبغي دير الصباح الاستراحه، رانا عارفه تبغي دير الاستراحه نورهان، باش يخرجوا حتى للجوج ونص. عاد تيخرجوا حتى للجوج ونص، والبارح اللي ما خرجت حتى للخمسه. الخمسه من 8 حتى لخمسة. الله يجيب لك الشفاء يا رب العالمين. يلاه كنا كنهضروا انا ونويدة دابا على الصيام وعلى، وكدعى مسكينه كتقول لي يا ربي ماما يشافيني، سيدي ربي ويقول لي الطبيب نبدا نصوم. برشيد ماشي من القواعد، وهو جاي من هكا وفي القواعد القوانين. تشوف ان كنت في المغرب فلا تستغرب. عشان البنات كنت دورت لكم سميتو هنايا اصلا هاد الشارع هذا كيكون فيه بحال المارشي. بابا كان تيطلعوا لي السوق شي بحال شي دوز، تيقول لك تقادي وداكشي، يقول لي جيبها في الصباح في العشيه. والله ما يخرج هو وسط القيصريه، والله واخا نضل نسخر فيه. وكان تيخرج على البيكالا لا مشى بغا يمشي للقهوه. تيقول لي الله يوه، تيقول لي واش من السلام، تيقول لي واش بغيتيني نقيس الطوموبيل، واش بغيت الطوموبيل تشرط ديما نسخر شي سخره لوسط القيصريه. انا ريت التليفون تيتزعزع بزاف، نسخر شي سخره لوسط القيصريه. الله ما يبغي التليفون هو تيطيح. مشينا تقدينا وجينا، المهم هذا بغات البلاد تكون لها الفطور. هادو قالت لك تتبغي تدير الليل، انا لحقاش انا كندير غير الفطور كناكل منو صافي، كنخلي كنتسحر منو. بعد مرات كيدخلو الجوع علاش صفرتي كاع هاد الوقت؟ هاكي هاذي هي ديالك. سمعت شنو ديال نورهان؟ ما قلت والو، الكفته ديال نورهان. حلوه يا كثير. هادو دار
هذه البنات اللون ديالها غيبان لكم هكا لانها بلديه. هذه ماشي اللي كتباع في الحانوت، هذه اللي كيصايبوا العيالات. كاينه واحد المراه كتصايبها هنايا وكتبيع على الكيلو حتى هي. المهم راه مفزقه ليله كامله مصفيه. هنايا البصله اللي قلت لكم شحرت في الزيت العود وفيها شويه المليحه، البصله اللي فيها المليحه البنات هادو كيجيو واعرين، يعني بناتي انا واخا بعكاكات في الماكله هادو كيبغيوهم. غادي ندير واحد الخماره حمراء وغادي ندير شويه الماء البنات. نشوف شي معايا القفله الطقية. رسول الله مع القفله فين وصلت. المهم كندير واحد شويه ديال الملح على حساب هاد الخبيزات هادو، وغادي ندير واحد شويه ديال السنيدة. هاد القريعات البنات نير عرفتي كيغفلو كيطيحو طق تهرسو كيرو عام هكا وحده كبيره وخميره فوريه. هي راه فوريا هي والله جبتها داكشي باش قلت لكم راني خديت الخميرة فين هي فين هي هاي بقيتها هنايا. ديرو جهد معلقة حيت ما غاديش نخليوهم حتى تيخمروا البنات، يعني ديك الساعة تنبداو نديرو فيهم. هنا صافي غادي ندير واحد جهد شي جوج معالق او لا ثلاثة ديال الفورس باش غادي نجمعو هاد الخبيزات هادو، لحقاش الا ما درناش الفورس البنات راهم ما يتجمعوش لينا،
نتوما عارفين البلبوله خاصها ضروري باش تشمع. باش كطيب كنطيبو بزويته بلديه ضروري البنات نبقاو نسقيو وحنا كنطيبو بزويته بلديه. انا شاركت معكم الطريقه ديال الطياب. هادو خبيزات صحيين لذاذين، ما كاينش اللي ما كيذوقهمش وما كيعجبوش، صافي يعني خلطناهم راهم ساهلين ماهلين البنات. حتى اللي ما بغاتش البصله ممكن انا ما ديرهاش، اللي بغات تزيد الزيتون تزيدو، المهم لكم واسع الاختيار واسع النظر. كنبدا نطيب فيهم دابا، نمشي نغسل ايدي وندير داك الخباز فوق البوطه. وهانتوما معايا كيف ما كتشوفوا هذوك الخبيزات ديال البلبوله، فانا درتهم كويرات وفنتهم هنايا في هذا البلبوله هذه، ما مرطبه ما والو. وبديت كندير شويه ديال الزيت البلديه كنسقي بها وكنطيب. غادي نبقى بحال ما هكذا شويه ونقلبهم حتى نحس بهم طابو من الجهه، غادي نقلبهم على الجهه الاخرى وانا كنسقي النيت بالزيت البلديه حتى تيطيبوا. دابا البنات انا ساليت هذوك الخبيزات ديال البلبوله، نوريكم كيفاش. هنايا درت شويه ديال الزيت كيتشحر فيه لسان الطير قبل ما نضيف الماء باش هكا كيجيو ليا الحبات مفروزين. غنتسنى غير يتشحر وغادي نضيف ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار ونخليه يطيب. هنا هادو هما البريسات ديال البلبوله كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين. دابا نقرب لكم الكاميرا وتشوفوا. انا عندي شويه ديال الكفته وندير ليها العطريه. بالنسبه للعطريه البنات غادي ندير فيها غير الملح والكمون. انا هنا درت البصله شي عجبنيش ندير فيها داك التحميره وداك الشيء الاخر، لا غنضيف ليها شويه الكمون والملح وشويه ديال الابزار. هو غادر بصراحة هادشي وقت قياسي وريني غنحسب فيهم. شكرا لله بهاد الاستراحة. شوف شي مليقة بلاتي البنات، راه ما تيبغيو لا طون لا حتى حاجه، تيبغيو غير مطيشه والفرماج صافي. داكشي علاش البيتزا كندير ليهم داكشي اللي بغا صافي. بعد المرات كندير ليهم المايونيز، هي
حيت هما كيبغيو دابا راه كل واحد وشنو كيبغي. انا لا انا كنبغي سميتو كنبغي داك الكروغي الكالامار ديال بيزوي وين غنبقى هكا حتى نكمل وغندير مليحه وصغيره حنا وغنسد عليه حتى يطيب. هاي البنات الطويله ديالنا الصراحه طويله متنوعه، عرفتوا كميه الدخان اللي كاينه هنايا راه ما نعاودش لكم. المهم هادو هما الكريسات ديال البلبوله اللي صايبت، وهذا لسان الطير بالفرماج اللي كيجي واعر، ولا كريم فريش في البيتزا اللي كنت خديت، ودرت شويه ديال الكفته وكوطلاي تنشوي فيه. عرفتوا راه كميه الدخان اللي كاينه ناري ناري ما نعاودش لكم. طويله سهله بسيطه، والمهم انني قضيت شغلاتي في وقت قياسي. المهم الكبيدات ديالي من بعد ما سالينا الفطور راكم عارفين كيجي الجميع ديال الطبله، كيجي شحال من حاجه، واهم حاجه اللي هي الصلاه البنات في هذا الشهر هذا الفضيل الله يثبتنا يا رب العالمين. الصلاه والتسبيح، واخا كان مضر ليا التسبيح والله الا مشيت جبته من الدار من عند عواطف قلت له عطيني واحد التسبيح وعطاتو لي، الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين البنات، والله يعطيكم صحيحتكم والله يعطيكم ما كتمناو في هذه العواشر هذه، ودعواتكم معنا كيف ما ديما. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، انا جيت لبلاصتي باش نقاد واحد لا فيديو نخدم عليه واحد شويه نقاد ليه المونتاج. نتلاقاو البنات في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه الكويدات ديالي، وبسلام عليكم في امان الله.